التالية عن فضيحة رجل عبر تويتر. إعطاء الأولوية لسيارة الإسعاف من القواعد البديهية المتبعة في أنظمة المرور حول العالم، ونظراً ذلك نظراً لدورها الطارئ في إسعاف الحالات الطبية الحرجة وإنقاذ الأرواح. هذا هو الحال أيضاً في تركيا. لكن وزير الصحة فخر الدين قوجة نشر عبر تويتر فيديو يظهر سيارة فارهة في شوارع إسطنبول وهي تعرقل مرور سيارة إسعاف كانت تنقل مريضاً رغم محاولاتها المتكررة للعبور. لنشاهد. بنشر هذا الفيديو أراد الوزير مخاطبة صاحب السيارة علنا من خلال رقم سيارته، وسأله إن كان راضيا عما فعله من عرقلة سيارة الإسعاف على الطريق السريع. هذا الفيديو حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وشاهد التغريدة أكثر من 9 ملايين متابع. وإثر ذلك طالب كثيرون بضرورة محاسبة السائق على تصرفه المتهور. وهذا تماما ما حدث مشاهدينا، حيث أعلن والي إسطنبول سحب رخصة القيادة من السائق مؤقتا مع فرض غرامة مالية عليه. لكن إيسين أرسين ترى أن ما فعله السائق يعد شروعا في القتل، لأنه بنظرها من يوجد في سيارة الإسعاف يقاتل من أجل حياته، بينما يصر السائق على إغلاق الطريق. وعدت الغرامة المالية